بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يمكن الأيام الطيبة والأيام السعيدة اللي احنا بنعيشها طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. في أسبوعين بس أو من أسبوعين بس كان هناك افتتاح وتطوير لتطوير قناة النادي الأهلي، حاجة مبهرة تليق بالنادي الأهلي، تليق بجماهيره، تليق بأعضائه، بكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. والنهاردة قبل مرور أسبوعين افتتاح جديد، استاد النادي الأهلي اللي هو الحلم اللي كلنا بنحلم بيه، إن يكون في استاد باسم النادي الأهلي. النهاردة احنا وصلنا للمرحلة الأولى ووصلنا للبداية، استاد الأهلي والسلام، هو ده الاستاد اللي النادي الأهلي إن شاء الله هيكون معظم مبارياته على الاستاد بإذن الله. ده هيوفر كتير جدا من الاستقرار الفني لولادنا بإذن الله.